لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار. السلام عليكم متتبعين الكرام، كديرين لاباس عليكم؟ بخير نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيت نشارك معكم واحد الحلوه اللي هي اقتصاديه وكتجي غزاله شكلا ومذاقا، اللي كنحتاجوا ليها ليمون. انا عندي هنايا واحد الحبات ديال الليمون اللي غادي نحك الجلده ديالهم اولا القشره في هذه الحكاكه الرقيقه. هاد الحلوه كتجي منسمه بالليمون، كتجي غزاله. كنبقى هكا كنحك الجلده ديال الليمون، غير هذيك الفوقانيه باش ما كتجيش مره، يعني ما كنوصلش لهذاك البيض. قد ما درت الليمون قد ما كتجي من السمك. اللي كيبغي يدير هذاك ديك نكهه البرتقال راه كاينه، النكهه ديال الليمون راه كاينه، ولكن ما كاينش ما احسن من الطبيعي. شفتوا كيفاش كيخرج؟ كيخرج رقيق. راه درت حتى واحد القبيصه ديال الملح باش ما ننساهاش، كنديرها هي الاولى. هنا من بعد ما كملت الحكان ديال الليمون غادي نعصرو، يعني غادي نستعمل حتى الماء ديالو اولا العصير ديالو. صدقوني هاد الحلوة اقتصادية، يعني متوفر المقادير ديالها في كل دار وكتجي لذيذة بالليمون. احسن من انك تستعملي شي ملوين او هكا النكهات الاصطناعية، بالعكس استعملي شي حاجة اللي طبيعية كتجي احسن. انا كنبقى كنفرق الليمون وكنعصرو هنا في العصاره باش كنستعمل هذاك الماء ديالو. بالنسبه لهنا الكميه ديال الليمون كتبقى على حساب انتي وشحال بغيتي ديري، يعني ماشي بالضبط يعني ديري نفس الكميه اللي درت انا. بالنسبه لليمون تقدري ديري زلافه، تقدري ديري زلافه اكثر، يعني على حساب. انا هنا تقريبا استعملت شي 4 الليمونات. حتى المندارين كتجيبيه غزاله هاد الليمون، هاد الحلوه انا فايته مجرباها بالمندارين. هنا شوفوا شحال، يعني عندي هنايا 6 الحبات ديال البيض اللي هي زلافه، هنا كيف ما قلت لكم قبيصة الملح، عندي زلافة ديال السنيدة ولا السكر الخشن، وعندي زلافة ديال الزيت. هذه هي حلوة زمان، كانوا المقادير ديالها مضبوطين، زلافة زيت، زلافة سنيدة، وزلافة بيض. غادي نخلط هاد السنيده مع الزيت والبيض مزيان.
بالنسبه هنا اللي باغي يدير الفاني يديرو، ولكن انا راه درت قشور الليمون، يعني ما يحتاجش ندير حتى شي منكه اخر من غير الليمون. غادي نضيف هذاك العصير ديال الليمون، من بعد ما خلطت الليمون وسنيدة والزيت والبيض، هنا عندي جوج حبات ديال الخميرات الحلويات او جوج الساشيات، غادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. راه الدقيق راه مغربل ولا منخول، كنبقاها كنحرك. بالنسبه هاد الحلوه راه كتعجب الوليدات الصغار، راه تقدروا ديروا فيها حتى الشكلاط، يعني هكا داك الشكلاط الاسود كتجي زوينه بيه، تقدري ديري فيه هكا الفيرميسيل، تقدري تزينيها باللي بغيتي. بالنسبه للتزيين كتبقى اختياريه وكتجي مقادير بساطين وكتعطي كميه كثيره. دابا راه ريحه الليمون ما نعاودش ليكم، راه البنات اللي كيصايبوا حلوه الليمون راهم عارفينها اش كتكون طيب حتى في الفران الريحه اللي كتعطي ما شاء الله. راه يكون بانوا لكم هذاك الليمون اللي حكيت كيفاش كيجي كيبان واحد اللون زوين. غادي نبقى هكا نضيف الدقيق تدريجيا حتى كنجمع العجين ديالي، وغادي نضيف الساشيه ديال الفاني ديال الخميره الحلويات عفوا بجوج. انا هنا استعملت من فئه 7 غرام وعلى حساب كل واحد وشنو اللي عنده. هنايا من بعد ما جمعت العجين شوفوا كيفاش كيجي، راه كيجي خفيف وكتعطي كميه كثيره، يعني انا راه غير ما زدتش الليمون بزاف، كون زدت يعني عصير الليمون غتعطيني اكثر من هذه الكميه. هنا هذه القطعه ديال البطاطا فريت راه متوفره عند كل واحد. هنا هذه قفاله ديال الزيت، يعني نقدر تستعملي الطابع، يعني من بلا ما يكون عندك الطابع تقدري تستعملي، يعني تزوقي هكا، راه كاين شكيلات غير بالفرشيط بالقفاله هكا ديال الزيت شحال من حاجه. هنايا عندي الكاكاو المر، هنا من بعد ما درت هكا غادي نحط هذاك الطابع، شوفوا كيفاش كتجي. انا مهم هذا هو الشكل اللي درت. هنايا عندني قفاله ديال الزيت كندير لها هكا، حتى هاد الشكل كيجي زوين فاش كطيب كتجي زوينه، ولكن انا ما غاديش نستعمل هذا. شوفوا هذا كاين اللي كيستعمل هذا، شوفوا كيفاش كيجي. ولكن انا كنستعمل شوفوا انا كنستعمل الشكل الاخر اللي كتكون لاصقه في الحديده كنحيدها، هي اللي كنستعمل الحلوه. انا مولفه كنديرها عاديه، غير دابا عجبتني بهذا الكاكاو المر كتجي واحد الشكل زوين فاش كطيب، شوفوا كيفاش كتجي. كنبقى ندور هكا كندير هذا الطابع ديالي في الكاكاو، شوفوا كيفاش كتجي، كتجي غزاله بهذا الشكل.
كنبقى على هذا الشكل، كنبقى كندورها بيدي وكندير هذاك الطابع في الكاكاو وتنطبع. دابا غادي نبقى على هذا الشكل ان شاء الله حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله وغادي نرجع لكم، فخليكم معايا. هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي شوفوا كيفاش كتجي، انا خليتها هنا شويه كبيره هنا. من بعد ما طيبت الحلوه ديالي شوفوا كيفاش كتجي، كتجي رطبه وهشيشه والمذاق ديالها غزال بالليمون. شوفوا كيفاش كتجي. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انها تنال اعجابكم وتجربوها، مقادير بساط ما يعني متوفرين في كل دار. حتى لهنا غادي نقول لكم بسلامه عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.